السلام عليكم. اليوم اصدقائي ان شاء الله غادي نبريباريو جوج ديال لي سوليسيون. السوليسيون الاولى هي تي سي ا، والسوليسيون الثانيه هي لو بي ا. المهم بقاو معنا في الشرح ان شاء الله باش تعرفوا على هاد لي سوليسيون كيفاش كنصايبو. دونك كما كتلاحظوا من الاصدقاء، السوليسيون الاولى هي تي سي ا لي بورس. كنحتاجو 100 غرام ديال تي سي ا، وكنكملوا بها 1000 مليلتر ديال لو ديستيلي من الماء المقطر. يعني كناخذوا 10 غرام ديال التي سي ا، كنديروها في واحد البشير، وكنزيدوا عليها لو ديستيلي حتى كتكمل لينا 1000 مليلتر، يعني واحد يطرو. يعني ماشي بالضروره اننا نديروا يطرو كامل، لكن ان شاء الله في الطريقه ديال البريباراسيون ان شاء الله غادي تشوفوا كيفاش كنقصد باننا نكملوا 1000 مليلتر ماشي نزيدوها. اذا الاصدقاء هذه هي تي سي ا، برودوي ديال تي سي ا تري كلورو اسيتيك. يعني هي هذه، كناخذ واحد البيشير ديال البلاستيك وكنطريوه، كنديروا ليه الطار مع الميزان باش يعطينا الزيرو. اذا بعد ما عطانا الطاره كنبقاو نضيفو تي سي ا 30 مية غرام، اذا هذه هي 100 غرام ديال تي سي ا. كنخوها في هاد البيشير هنايا، وكناخدوه نحطوه هنا، ناخدو هادي تاهي. هدا هو لو بيستيلي. نخليو حتى يعمر. اذا كما كتشوفوا معنا هي تي سي ا دابت لينا كامله في الماء. كنحركوا هاد لاشيطاتو، هذا كتكون عندنا واحد الباغو من داخل. نبداو ديالها هي نات ميلونجي لينا لا سوليسيون. اذا ما نساوش هاد البيشير حتى هو فاش عبرنا كيبقاو فيه شي قطرات ديال تي سي ا. يعني كناخذو شويه ديال لاسوليسيون كنشللو بها باش كنديرو الغانساج. اذا هذا هو، هذه هي السوليسيون ديال تي سي ا. دونك ندوزو دابا لاسوليسيون الثانية اللي هي هذه تي سي ا سالينا منها، اللي هي لو بي ا. فكما كنا كنقولو في لو بي ا، كيخصنا 0.1 ديال فطال ديال الديهيد اللي هو هذا. و 10 مليلتر ديال الميثانول هو هذا. اذا نحلو هاد البوطة لي عندنا، نصير 0.1 ديال الميثانول هي هادي. عذرا عفوا، زعما 0.1 ديال الفطر ديال الليد. من بعد كنخوه هنايا وكناخدو 10 مليلتر
ديال الميثانول. هذه البيسيت مريقلة على 10 مليلتر. دونك هاهي هاذي 10 مليلتر. كنعطيوها هذا كنسدوها غير باش اون فوا كيضرب هاد الضو كتولي كحلة بحال هاكا. يعني كنجيو لاجيلاتور كنخلطوها مزيان.